حين يفقد الإنسان حبيبا فذاك مصاب جلل، وحين يفقد الإنسان أخا فالمصيبة عظيمة، وحين يفقد الإنسان ابنا فالمصيبة أعظم. فأي مصيبة تلك التي حلت بالعقيلة زينب في يوم عاشوراء وقد فقدت أبناءها وإخوانها وأحبابها وعلى رأسهم وديعة جدها وأبيها وأمها، سيد شباب أهل الجنة وسيد شباب الدارين أبو عبد الله الحسين؟ أي فراق هذا أخي يا حسين؟ أي فراق هذا الذي حداؤه سياط الجلادين وتحف به أنصل السيوف وتعطره رائحة الدماء وتنشد له حشرجات البكاء؟ أي فراق هذا الذي كان تأويل ولهك الشديد إلى أسلافك وقد خير لهم دار المقامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ أي فراق هذا الذي كان تأويل قول الحق حين أطلقته في سماء حرم الأمن الإلهي فتردد في آفاقه شوقا كشوق يعقوب إلى يوسف بعد أن طال به الفراق وعمق كلمه وأغار جرحه حنين الذكريات؟ أي فراق هذا أخي حسين وعسلان الفلوات قد قطعت أوصالك وأكراشها الجوفة لا تمتلئ حقدا وخسة؟ دعني أخي حسين أقبل جيدك الذي خطت عليه شفرات الردى كلمتها فقلدتك أوسمة الشهادة وجمعتك بأسلافك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخي حسين، ألأوصالك المحطمة تحت سنابك الخيل أن تملأ أحضاني كما كان جسدك يملأ أحضان أمنا الزهراء في صباك؟ ألدفء نظراتك أن تعود فأقرأ فيها الأمان وأغمض عيني عليها بسلام؟ هيهات أن تغمض عيني وقذا كربلاء أبى إلا أن يفترش أجفاني. هيهات أن أشعر بلذيذ المنامة بعد اليوم وجمر الطف أشعل سهادي. أي فراق هذا أخي حسين وأنا أخير نفسي، أأجزع على مصابك أم أصبر جازعة؟ ولكنني تذكرت أخي حسين تلك الوصية الحانية، اصبري قرة العين، اصبري ولا تشقي الجيب علي. وما دام لي في قلبك موطئا فإلا نزهت وجهك الأنور عن خمشة جازعة أو لطمة دامية. فصبرت وتذكرت أنك وحيدا وقفت وعيناك تستشرفان الغيوب وتنفتحان على ألف جرح وجرح وينزف جرحك دمعا على التائهين في صحارى التيه خلف الزمان، وكفاك يا للعطاء ينزل المطر ويشرب منه الظماء إذ يشيرون إلى الغيث في لهفة السؤال. أخي حسين، وحيدا وقفت
وفي مقلتيك تفوح الدماء، وتفوح الدماء دماء الشهادة التي تصنع الورود لتزرع في كل جيل الرسالة ورودا، لتمضي المسيرة تخطط للعز خط الكرامة، وتحضن بالحب روح الشهامة، وفي الغد للحق ألف أمل، وفي الفجر يصرخ خير العمل، وأنت تصرخ يا أيها المؤمنون تعالوا إلي، ففي كلماتي سر الحياة، وفي خطواتي درب النجاة، وعلى وقع خطواتك أسير أخي حسين، فإني أشهد أنك مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.